اللي هو تجربة فريدة من نوعها لهذه الأبناء في هذه المنطقة، تجربة جيدة بمساعدة الإقام اللي التحق مؤخرا بمدير الأفريقية لوزارة الشباب والرياضة اللي هو المختار بن دقر. فقبل يعني تناقل هذه الأمسية لابد من تذكير أن هذا العرض يتخلله يعني مجموعة من الموضوعات الموسيقية ايضا في نفس الوقت كما عرض مسرحي. ما تفوتنيش الكلمه باش نشكر مدير دار الشباب الرشيدي السيد محمد العربي صحيصح اللي دائما يقدم يد المساعده والعون في سبيل انجاح مجموعه هذه الانشطه اللي كنقوموا بها داخل اللي كنشكروا على الحضور ديالو. اذا خليكم معنا في المسرحيه وشكرا.